رسمياً تدخل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ساحة البحث عن هوية الأجسام الطائرة المجهولة الهوية. هذه الأجسام التي باتت تشغل بال الحكومات والعلماء عبر العالم، بل واعتبرت تهديداً للأمن القومي وأمن الحركة الجوية في الولايات المتحدة. لأول مرة تعين وكالة ناسا مديراً لأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، وتنشر تقريراً وصفه خبراء بالهام في سياق الدراسات المستقبلية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، أو ما بات يطلق عليه الظواهر الشاذة غير المحددة UAP. الدينامية الجديدة التي أطلقتها ناسا اعتبرها متابعون إعلاناً عن بناء هيكل بحثي جاهز للتحقيق بشأن خلفيات هذه الأجسام، خاصة بعد اللغط الذي أثاره عرض صور لكائنات قيل إنها فضائية في المكسيك. وبحسب خبراء في المجالات الفضائية، ستساعد خبرة ناسا في تحديد ماهية تلك الأجسام الطائرة، إضافة إلى تطوير الدراسات المستقبلية الساعية لإيجاد أجوبة علمية ومنطقية لحقيقتها. وتشير ناسا في تقريرها إلى أنها ستسعى من خلال هذا التعيين إلى تعزيز فهم الحكومة الأمريكية لطبيعة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، خاصة مع قدرة الوكالة على البحث عن روابط بين الظواهر المناخية والظواهر الفضائية غير المألوفة. وتثير تلك الأجسام الطائرة هوس الكثيرين، خاصة مع عدم تحديد هويتها وأسباب ظهورها، وما إذا كانت فعلاً آتية من الفضاء الخارجي كما يزعم كثيرون. وتسعى وكالة ناسا إلى الاستفادة من الأقمار الصناعية للبحث في صور أدق قد تكون بديلاً عن لقطات الكاميرا التي لا يمكن الاعتماد عليها كدليل علمي. وتقول وكالة ناسا إنه قد يكون للذكاء الاصطناعي دور في المساعدة في اكتشاف حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، وذلك من خلال تطوير تطبيق للهواتف الذكية قادر على جمع صور يلتقطها مواطنون وتحليل بياناتها. وبذلك تكون وكالة الفضاء الأمريكية قد وضعت رسماً مبدئياً لطريق البحث عن حقيقة الأجسام المجهولة، لتصبح اليوم تساؤلات وفرضيات هذا الملف بين أياد علمية، ويأمل كثيرون في وضع إطار علمي قادر على جمع بيانات دقيقة بشأن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، بعيداً عن التضليل وهوس الأمريكيين قبل غيرهم بالغموض الذي يحيط كوكبنا.